دفع الممثل الكوميدي الأفغاني محمد نزار حياته ثمنا لما كان ينشره من مقاطع فيديو على الإنترنت باسم خاشا زوان، فيديوهات ساخرة طالت السياسيين والظروف الصعبة وكذلك قادة من طالبان. سحب محمد عنوة من منزله خلال عيد الأضحى في قندهار، وبعدما أنكرت طالبان في البداية ضلوعها في مقتل محمد أقرت بعد نشر مقاطع فيديو تظهر تعرضه للضرب على أيدي عناصر طالبان ومن ثم التنكيل بجثته. طالبان تحججت بأنه كان شرطيا نشطا مسؤولا عن مقتل العديد من الأشخاص، لكن شرطة قندهار أكدت أن الأخير لم يشارك مطلقا في أي قتال، وأنه اشتهر بين زملائه بمواهبه الكوميدية أكثر من كونه شرطيا. أثار فيديو توقيف محمد نزار وإعلان وفاته صدمة للأفغان، وذكرهم بأن الفن في عرف طالبان من المحرمات، فكيف بمن يستخدم الفن للنقد؟ Yeah, I'll get